بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدا جلالة الملك المفدى حفظه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من النماء والتطور.